الدراري كان كي عدلوها في طنجة في تطوان الدراري معروف مكناش نقولوا هذا نفس الباس كاع نص باخينا وخا والله العظيم. السلام عليكم. الحاج بخير. هاي سوفيا مزيان مع راسك بخير شي مزيان. والله الا طلعت كبنت لي ناعس في الارض وقلت نطلع نديرو في هذا الاجر هذا باش ما يضربوش الباب. كلشي مزيان اخي سوفيا بخير. الله يحفظك اخويا حمزه انت عاني. وبارك الله يرحم والديك سوفيا اخي تبارك الله عليك ديما كنتفرجوا في الفيديوز ديالك اخا. الله يعزك انت باينه في ميريكان ياك. انا في نيويورك اخي سوفيا. مرحبا شحال انت في ميريكان؟ ماشي بزاف دابا عام تقريبا 10 شهور. ويلي جيتي قرعه زواج طلاق. انا جيت الزواج اخاي سوفيا ومي كنت في المغرب كنت كنا كنتفرجوا فيك فهمتي. كان عندي واحد المحل بلاي ستيشن في الحومه في تيطوان. انا في تيطوان. برافو. ايوا قلنا كنجمعوا الدراري على الحومه فهمتي في اخر ساعه وكنهبطوا الريدو كنشيلوا البانطايا وكنبقاو نتفرجوا فيك الايامات اللي كنت خدام في ديكس وكذا. ايوا انا والخاوه الخا. السلام عليكم. هاو ديالي كيف انت مزيان؟ الله يسرك انت مزيان صحياتي الحمد لله الله ينورك بارك الله عليكم. والله العظيم اخاي سوفيا باش بينا جينا بالزواج. انا جيت بالزواج هادي عندي 10 شهور هو يلاه شي ربع شهور دابا ولا 5 شهور. هو خطوبه هو خطوبه وانا زواج. بارك الله. دبرت قوريات ولا مغربيات؟ من الامريكانيات من اصول لاتينو 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 ما حدش كيعرف حنا اسباني ولا عندنا في تطوان مزيان فهمتي. والله انا عندي ما يتسالكم برافو عليكم. واش زعما تعرفتوا عليهم في الفيسبوك فاش فين تعرفتوا عليهم؟ فيسبوك الخا فاصات فيسبوك. ما عرفتي لعلك تصرد خصك يكون عندك حلات لسان وصافي شي حاجه فهمتي. دابا سي حمزه دابا انتم بجوج بيكم باينه خطار انت تتزوج ولا مازال؟ شكون عبد الرحمن خاوه هو معايا. قلت لكم ثلاثه كنتوا ثلاثه لا ولا لا لا بجوج بينا بجوج بينا. اوكي عاودنا فين تعرفتوا عليهم فيسبوك كيفاش؟ شوف دابا عاود لي ذاك النهار اللي نعاود ولا الانترفيو ولا لا شوف شوف حمزه بغيتك تعاود اللي يلاه اجوتيتي ولا هي اجوتيتك ولا فين تلاقيتو كاع؟ واش غنقول لك الخاوه دابا اش غنقول لك؟ انا تعرفت على السيده ديالي في 2017 فهمت يعني اخاي 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 سفيان يعني كنشوف الاخبار باخينه الاخبار صفحات الاخبار اذا كتفرج فيهم هو ساعه ساعه كنعاود الكومنتاري واش كنبقى كومنتار مع الناس عادي فهمتي. وانت كتعرف بان هنايا في نيويورك وفي اغلبيه الولايات امريكا كاين ناطقين باللغه الاسبانيه بزاف نقدر نقول لك اكثر من ناطقين باللغه الانجليزيه فهمتي. والله يعني دخلت في دوك الباج ديال القنوات الاخباريه. كتدخل كذا فهمتي في الاول كتبدا غير بكومنتاري وعادي شويه كتاجوتي هكذا كتعرف عاود كيجي بعدا كتشي كيقول مكتبه اخي سفيان فهمتي كيف. تبارك الله يعني كنتي ديما كتشوف الكومنتيرات كتانكاجا معاهم. كومنتيرات 2017 باقي كنعقل هنا في 2017 شهر واحد كومونتينا انا ومراه وكذا شويه شفت لها فوتو ديالها شفت لي فوتو ديالي كذا صيفط لها انفيتاسيون صافي بدينا كنهضروا اذا كان ان شاء الله روك النهار كذا شويه صافي اخي صافي قلت تما اخي سفيان فهمتي يعني مكتب فهمتي. الله وسميتو حتى شحال د الوقت انت كتشاطي معاه حتى جات عندك المغرب؟ بديت كنتشاطي معاه في انيرو 2017 جات عندي في مارسو يعني شهرين جات عندي شهرين ديال الهضره وحلاوه لسان في الفيسبوك جات عندك قسما بالله اخي سوفيا شهرين جات عندي الخاوه قسما بالله كتعرف عاود راك خاطر ولا اخي حمزه فهمت اخي سوفيا انت كتعرف عاود اللاتيناس ماشي كيكونوا قرابين لينا في العقليه ماشي بحال الجرين ماشي بحال ديك الوايت امريكان فهمتي كيفاش. العائله بايطه الخاوه العائله بايطه زاروبيا انا زعره كتسمى ما كتسيقش ماشي بحال العائله لاتميخيكانا ولا كولومبيانا فهمت نفس الثقافه فهمتي كيفاش في ليه؟ هو سميتو حتى هو من لاتينوس تعرف عليه؟ بورتوريكو بورتوريكو الخاوة سوا بورتوريكو. والله عندي ما يسال هذه نويطة جديدة هذه ديال كتدخل الأخبار الصفحات الإخبارية. الدراري كانوا كيعدلوها في طنجة في تطوان الدراري معروفين مكناش. نقولوا هذا نفس الباس كاع. نفس باخينا الخاوة والله العظيم. والله الا معلم شنو سميت الباج ديالكم اللي ديال الاخباريه باش نديروا لك كاينين بزاف كاين واحد باخينا كيتسمى حتى اللي تعرفت فيها انا على المدام ديالي سميتها ال دياريو نيو يورك ال دياريو نيو يورك يوميات نيويورك ال دياريو فين كتبنا في كومونتير ديالك فين نديروا هذا الاجر
سيد الحاج هذاك يكسبوا في قيس صحيح وكذا بغيتي خاصه معهم الهضره اخي سوف لا حمزه ما تقراش كومونتيرات والله مادام حساد مغاربه شوف هذا فايو اخي يوسف اخي سفيان اللي فينا حنايا لا حمزه اخي سفيان اخي سفيان فايو اللي فينا حنايا حنايا مغاربه اللي جيت هنايا دابا عندي عام في الغربه تقريبا المغاربه ما كيبغيوش يبعثوا مالخا هذا كيحسد هذا كيكره هذا بدون اي سبب هذا فهمتي ماشي في حال اليمنيين تقلي اليمنيين رجال علينا الخاو شوف حمزه شوف هادشي هذا شحال هادي هو معروف وراه حتى انا دوزت معهم الحرب ولكن شوف دابا تفوت ديك المرحله دابا ما تبقاش تسوق لهم عندك اليمنيين عندك اليمنيين وعندك المصريين كيوقفوا كيوقفوا مع بعضياتهم حنا بعد المغاربه وشمال افريقيا هذا ما كيحمل هذا صح ما كرهش يشوفك غير كتغرق تمام انا شوف بالله الخاو شوف صاحبك واحد تهلا فيه صافي ما كاينلاش تزيد صحاب واحد في الغربه بارك عليك والله العظيم اخاي سفيان هادشي اللي كاين فهمتي كيفاش انا قدامي كنتفرجوا فيك اخاي سفيان الايامات اللي كنتي الله انت طلعتي قبل مني مع عام انت في 2019 واقيلا طلعتي قبل كورونا الاخر يا الله يا اخي كنتي في تكساس ضربتي شي ايامات في تكساس وطلعتي للسياسه ليك اخا تماما يا دوزتي واحد 25 يوم وكاياك ما عجبتنيش وتحركت من تمايا والله العظيم اليمنيين كما قال الولد هذا حط عليهم راسك اليمنيين رجال اخي حق الله العظيم بيبالين الرجوله الرجول اليمنيين الرجول احسن حاجه تهلا في المدام ديالك تعرف على الاصدقاء ديالها ودير واحد داكشي هذاك والله داكشي اللي كاين عايشين مداخمين اخاي سفيان قسما بالله بغيت انا نسقسيك بغيت نسلم عليك فهاد اللايف وبغيت نسقسيك اخاي سفيان على السياره فهمتي واش كيفاش الكره تما كيفاش كاين شي اوبورتونيدات شي اوبورتونيتيز كدا شي فرص كدا فهم كاين اخويا الغزيز الزيزغي هو غالي بزاف هنايا غالي وحنايا هنايا كتعرف ولا مقدر الله اعلم انا ما انا ما انا مشيت حد نيويورك نيوجيرسي بنسلفانيا ثلاثه الولايات اللي زرتهم في امريكا نيويورك غالي اخي نيويورك ما بلانش غير شوف شي حاجه اخرى بزاف تقريبا خدامه الى الكره ولا ماكله والله العظيم وعلى بيلس على الضوء والغاز والانترنت ونتفليكس والمازوت ديال ليسونس ديال الطوموبيل صافي يقول لك خدام على المقصوره اخي اخي سفيان واي شوف حاول ما امكن يعني تشوف شي بلاصه اخرى يعني خصوصا انتم مجوجين شوفوا شي بلاصه اخرى احسن لكم نيويورك ما بلانش والله العظيم اخي يوسف انا اخي سفيان قلت لك زعما بغيت نسولك زعما على السياسه ولا على الجوايه ديالكم في الويست ما تنساش انه انا ساكن في واحد البلاصه بعيده بزاف يعني بغيتي تمشي للمغرب غاتشرف وانت في السماء يعني المهم ضرب بزاف ديال الحسابات هي زوينه بعيده والشتاء والجو داك الشيء ما عرفتش واش تقد عليه ولكن المهم احسن من نيويورك هاني يا خاي هاني يا خاي سفيان انا قلت تشوف نيويورك وسياتل تقريبا نفس الجو حتى حنا عندنا البرد كضراف ولا يا البرد البرد الخاوي 5 ساعات على كندا خاي فهمتي كديماري 5 ساعات انت في كندا فهمتي ولكن انا قلت لك انا شويه المصروف غاليه كنهضر مع الدراري في فيرجينيا وفي نورث كارولينا النص بالنص اخاي كريم 800 راه كريم بالدوبل يا صاح فهمتي اخاي ترى هنايا باش تشكري هنا باش تشكري مثلا دويره كثر عول على واحد 2500 الفوق يا وصافي بحال نيويورك وصافي تقدر يكون اكثر في الكرا هنايا يعني المهم على حسب شويه من غير الا هربتي على الداون تاون على سياتل وصافي اما وديك الجهه اللي حداكم تسمى ديك مونتانا وديك بورتلاند عندي واحد ولد صاحبي بورتلاند اوريغون زوينه غير تما الهوملس عندهم بزاف بورتلاند الهوملس عارف بحال انا شوف حمزه مبروك عليك جيتي الميريكان غير دمر وبعد الحمد لله باك اخي سوفي الله يرحم والديك الخير والله العظيم اخي سفيان الا كان والله العظيم الا ديما كنتبعوك اخي سفيان عاد نعزيز قبل ما تبرموك الله العظيم هي ما تفيدكس الله يحفظك اخويا حمزه شكرا بزاف الله العظيم اخي سفيان ومشرف بعرفتك بزاف سلم لي على الصديق عبد الرحمن الخاوي هذا اخويا عبد الرحمن كيفتينا الخاوي مزيان بخير انت مزيان هاني ولفتي الحمد لله لا جيت انا باقي ما عنديش انا الا عندنا شي 3 شهور برافو عليك مزيان تهلا في راسك وخدم مزيان وتهلا وي بعضياتكم حسن ما عندكم ما ديروا بالصحاب داكشي اللي كاين ضروري الخاوي يلا تهلا لي في راسك وشكرا لكم كاملين شكرا يا سفيان اخي الله يرحم والديك بارك الله فيك يا سفيان الله يرحم بابك الخير شكرا احباب شوف انا غنتغداو يلا جيت من لاصا من جري
انت غدا ونعاودوا شي لايف ونطلعوا الدراري ديال ميريكان ونهضروا فهاد البران هذا ديال الدراري اللي كيشوف جداد عزيز.